السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. أنا الشيف علي سالم من مطعم مزلاي قصر الإمارات. راح نبدأ وياكم بالعصير. مكونات العصير: فراولة، خوخ، أجاص، وأعواد الثوم، وعندنا هني ثلج مذاب. بنبدأ أول شيء بالخوخ. عندنا أجاص، فراولة، وأعواد الثوم أو عشبة الثوم، وعندنا هني ثلج مذاب. نضيف له شوية ماي، وطبعا كالعادة يا عسل يا سكر، ونخلط. طبعا نفس ما انتم شايفين نخلط، لا نصفيه ولا شيء، لان في الياف والالياف مفيده. عندنا هني نصب العصير ويكون عصيرنا جاهز. اليوم عندنا شوربه، والشوربه مكونات الشوربه اللي هو زيت، زبده، بصل، طماطم، كزبره، ثوم، زنجبيل وكزبره ناعمه، وبهار ابيض وزنجبيل بودره. الشوربه هاي شوربه سهله جدا. دائما عاده ان الناس تسوي شوربه طماطم، ولكن انواع الطماطم او الطماطم الكبير مع الطماطم الصغير. هذه المره احنا مسوين شوربه بس بالطماطم والزنجبيل. هي صح الزنجبيل له فوائد والطماط له فوائد، ولكن فائدة الزنجبيل فيها أو مكس الزنجبيل، ممكن البعض يسأل يقول كيف حطينا شوربة الطماطم مع الزنجبيل. هي هذه الفكرة لتغيير النكهات واختراع شيء جديد، أو مش اختراع، طبعا إضافات للكل اللي يحب يضيف في أكلاته أو ينوع فيها. أول شيء نأخذ نسبة بسيطة من الزبدة نفس ما أنتم شايفين. أهم شيء أن ما نرفع الحرارة أو نخلي الزبدة تحمى زيادة، لأن إذا حمت الزبدة بيتغير لونها وبيكون لونها أسود. نضيف لها شوية زيت زيتون. ليش نضيف لها زيت زيتون؟ لأن إذا كانت الزبدة بروحها بدون زيت إضافي معها يتغير لونها فتحرق بسرعة. عندنا هنا البصل، طبعا البصل يكون راس او راسين على حسب الكميه اللي بتسويها. نفس الوقت بالضبط نحط معها الثوم، لان قلنا ما نبي نحرقها او نحميها، نحمسها فتره طويله حسب انها ما تحرق. خلينا نتحمس نفس ما انتم شايفين. عندنا هني زنجبيل. طبعا كل الطبخات اللي انتم بتشوفوها ان شاء الله طيله شهر رمضان بتكون بسيطه وسهل عليكم، لان طيلة فترة رمضان بيكون الجو حار والكل يبي يطبخ طبخة بسيطة وسهلة وفي النهاية يستفيد منها. نحرك نفس ما انتم شايفين. بعدين طبعا تاخذ فترة 5 دقائق او ما بين 3 دقائق والخمس دقائق، خليها على نار هادية. هني نحط كزبرة ناعمة، كزبره فريش خضره، ونخليها تطبخ شوي. بدت تطلع ريحتها، ريحه الزبده. عندنا شويه كمون، ناخذ رشه كمون نفس ما انتم شايفين، بهار ابيض، وزنجبيل بودره. احنا طبعا حطينا زنجبيل فريش، ولكن بعد بنضيف له شويه زنجبيل بودر. نحركها مرة ثانية. ونخليها تطبخ
على نار هاديه. الحين بالتالي عندنا طماط، ناس ما انتم شايفين الطماط شالين منه البذور اللي داخل او اللب وشالين القشر، فمخلين الطماط بس اللي هو اللحم. ناخذ ناس ما شايفين بالطريقه هاي، حط الطماط نحركه شوي، ونخليه يطبخ. طبعا الملح ممكن نحط حسب الرغبه. المكونات ناس ما انتم شايفين، طبعا المكونات نحط مثلا 10 جرام ملح، 5 جرام كزبره او 10 جرام كزبره خضراء، زبده حسب الرغبه، وزيت زيتون. نضيف لزيت الزيتون نسبه بسيطه جدا، يعني غير مذكوره بالجرام، لان بس مجرد ان الزبده ما تحرق معانا، لان الزبده اذا حصلت نار عاليه يتغير لونها، فبالتالي اذا تغير لونها بيتغير طعم الشوربه. نفس ما انتم شايفين هنا عندنا ماي، نحط شويه ماي تقريبا من 250 الى 300 ملي، ونخليها تطبخ على نار هاديه. في النهايه طبعا الشوربه عشان تطلع مضبوطه، طبعا بعد ما تغلي بس على نار هاديه جدا نضربها بالخلاط وتكون الشوربه جاهزه. المرحله اللي بعدها ننتقل وياكم للسلطة. نوع السلطة، السلطة الكل يعرف سلطة الجرجير، وكل لها طريقة في تحضير السلطة، لكن احنا اليوم مسوين سلطة سهلة وغريبة شوي. أهم شيء أن كيف نختار لها الطعم أو السوس اللي ممكن نضيفه للسلطة. أول شيء عندنا جرجير، نفس ما أنتم شايفين هالجرجير، ناخذ الجرجير طبعا الأعواد، نفس ما أنتم شايفين احنا ماخذين الأعواد، مقطعين الأعواد منهن، شايلين العيدان، ناخذها بالطريقه هاي، نفرمها فرم ما يكون خفيف، يعني ما يكون ناعم، يكون بالطريقه هاي، نضربها ضربتين بسكين، نحط السلطه هني. اهم شيء في السلطه عندنا ليمون، قلنا جرجير، ليمون مقطع شرائح، اللي يحبه واللي ما يحبه ممكن ياخذ الليمون يشيل منه الاصفر اللي هو القشر، وياخذ بس اللب اللي داخل، ممكن يحطه مع السلطه. السلطه نفسها هي ممكن ننكهها، نخليها كذا نوع، يعني كذا نوع من نوع واحد سلطه، ممكن نسوي منها انواع سلطه، ممكن نسوي منها نكهات. مثلا عندنا الليمون، ناخذ ليمون، ثوم، روب، بصل، وزيتون، ممكن نضيف لها زنجبيل، ممكن نضيف لها فلفل حار وعسل ودبس الرمان، تطلع نكهه ثانيه او طعم ثاني. نفس ما انتم شايفين عندنا هني الروب، ناخذ الزبادي بالطريقه هاي، عندنا هني شويه ثوم، نحط الثوم مع الزبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، ونخلطهم مع بعض. بيكون هذا الصوص للطبق. خلينا نطلع وياكم فاصل ونرجع، خلكم معي. أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا لكم مرة ثانية وتوقفنا وياكم عند الشوربة، طبعا نفس ما شفتوا الجرجير قطعناه تقطيع بسيط، لأن الجرجير بعد الصيام فترة طويلة نحتاج إلى شيء يطري المعدة، فإحنا ما ضفنا أشياء مثلا فيها بهارات أو أشياء معقدة شوية. الخضرة مهمة جدا، ما أن الشوربة بعد مهمة جدا، لأن اخترناها من نفس طماط مع زنجبيل، كل شيء له فوائد. عندنا نفس ما شفتوا هنا الزبادي، حطينا ثوم، وبتكون مكوناته زيت زيتون للزينه، بصل معاهن، ليمون اذا حبينا ممكن نحطه، ما حبينا ما نحطه. عندنا هني مره ثانيه الشوربه، طبعا بعد ما صارت نفس ما انتم شايفين صارت بالطريقه هاي، نحط لها نضربها نفرمها عشان تكون فرم ناعم، وخليها على نار هاديه تكون جاهزه للتقديم. المرحله اللي بعدها عندنا السلطه،
السلطة نفس ما انتم شايفين ناخذها نفس ما هي نحطها بالطريقة هاي. نحط عليها شوية بصل أحمر مقطع ناعم سلايسات نفس ما انتم شايفين بالطريقة هاي. نحط عليها شوية زيتون 3 إلى 4 حبات زيتون، ونخلي الصوص أو الصلصة في النهاية. نخلي الشوربة هنا على نار نفس ما أنتم شايفين نار خفيفة. لو حبينا نصفيها ممكن نصفيها، ولكن لازم نسوي لها ريديوس أو نخليها على 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 النار لفترة أطول. فهي نخليها بالقشر مالها وكل فوائدها فيها، لأن محتاجين لسوائل أكثر بعد الصوم. المرحلة اللي بعدها بننتقل إلى طبق المين كورس أو الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي سهل جدا، مكوناته بسيطة، والكل أعتقد أنه بيستفيد منه يقدر يسويه. الطبق الرئيسي اللي هو عندنا سمك، عندنا أعشاب هني أو الزعتر فريش مقطع ناعم، عندنا هني حبق أو ريحان، عندنا هني العشبة هذه اسمها سيج، معجون طماطم، وعندنا خضروات مسلوقة. ومهم جدا ان ناكل نكثر يعني كميه كبيره من الخضروات. حتى العصائر لو حبينا نشربها ممكن نشرب العصائر يعني مع فواكه، لان احيانا في اشياء ان الواحد ما يقدر ياكلها فنشربها يكون افضل. المرحله الاولى اللي احنا نسوي فيها لازم نتبل السمك. نفس ما انتم شايفين ناخذ السمك بالطريقه هاي. عندنا شويه اعشاب رشة على 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 السمك بالطريقة اللي شايفينها هاي. نحطها على الجهة الثانية. نحط لها شوي زيت زيتون. نقلبها على الجهتين. مع شوية زعتر. قد ما تقدروا كثروا من الأعشاب، لأن الأعشاب مهمة جدا، وأهم شيء في الطبق اللي هو الأعشاب. عندنا هني زيت، ناخذ شويه زيت ونخليها تسخن. طبعا لغايه ما تسخن عندنا المرحله اللي بعدها اللي هي الطماطم. ناخذ طماطم نفس ما انتم شايفين بالطريقه هاي، يكون في حبه طماطم بس منشلون من القشر، او ناخذ فريش طماطم فريش. طبعا الطماطم الفريش يبالها كميه اكبر شويه. نفرمها شوي النعمة قد ما نقدر. طبخة جدا سهلة وبسيطة جدا، وأعتقد الكل بيقدر يطبخها، يقدر يحط أكله ويتابعنا على البرنامج عشان أثبت أنه ما تفوته ولا حلقة من حلقاتنا. فطيلة شهر رمضان بتكون الأكلات بسيطة جدا وسهلة جدا. تتعلمها اليوم طبخة بكرة، وبكرة تنتقل للمرحلة اللي بعدها. نفس ما انتم شايفين ناخذ السمك بالطريقة هاي، تبل جاهز عليه شويه رشه ملح، لان الصلصه بتكون مالحه او حامضه. طبعا الطماطم صلصه الطماطم هي حامضه لان فيها طماطم فريش، ومعجون طماطم بتكون فيها حموضه، فنحاول نقلل نسبه الملح شوي. ناخذ شايفين بالطريقه هاي ونخليها تستوي شوي. هني ننتقل للمرحله اللي بعدها. هني عندنا الصوص الشوربه. الشوربه طبعا نفس ما انتم شايفين جاهزة. نترك السمك لغاية ما يستوي، وبعدين نجهز له الصلصة. بس قبل لا نروح ننتقل للصلصة، ناخذ الشوربة نفس ما انتم شايفين، ونحطها. لو حبينا نقدم معاها خبز ممكن نقدم معاها خبز، أو نقدم معاها شوية ليمون يكون أحسن، أو خل أبيض. هذه الشوربة جاهزة، وطبق السلطة جاهزة، لكن طبق السلطة بنحط عليه في النهاية، بنحط الصلصة فوقها. بننتقل للمين كورس او الطبق الرئيسي.
الطبق الرئيسي نفس ما انتم شايفين السمك حطيناه بالطريقه هاي، ناخذه بس نقلبه شوي. دائما نحاول نخلي يعني ما نخلي الاشياء تحرق وايد، يعني ان الزيت يسخن ويحرق السمك وايد. اول مرحله عندنا هنا نفس ما انتم شايفين طنجره، عندنا زيت زيتون، نحط شوي زيت زيتون، حطينا زيت زيتون. عندنا على طول نحط الطماطم، الطماطم اللي انتم شفتوه ضربناه طبعا في الخلاط واستوى سائل. نحط الطماطم، بعدها ناخذ الاعشاب، هذه الاعشاب عندنا نرمي قد ما نقدر اعشاب موجوده، نحطها بالطريقه هاي. اوكي، نحط اعشاب نفس ما انتم شايفين بالطريقه هاي. هني حطينا النعناع، النعناع هني عندنا الزعتر البري فريش، وعندنا العشبه اللي اسمها سيج، ناخذ منها شيء بسيط، كمية بسيطة، عود أو عودين، حطها بالطريقة هاي. ناخذ هني معجون طماطم، ونضيف لها شوية ماي. ليش نضيف لها شوية ماي؟ لأن الطماطم بروحها يحتاج إلى شوية ماي معاه عسبة أنه يغلي، ونخليه على نار هادية جدا. كل طبخنا نركز عليه أنه يكون على نار هادية جدا. نحركه نفس ما انتم شايفين بالطريقة هاي. عندنا شوية ملح، ما نكثر ملح وايد لأن السمك بعد ما ملوح. في النهاية شو نسوي؟ ناخذ السمك من هني، شد خذ لون، الكل شايف انه خذ لون شوي، فما نخليه فترة طويلة، شيء بسيط. الجهة هاي خذ لون، ناخذ لها لون على الجهة الثانية، ما بنخليها كلها على التيفال او على المقلاة، لان نحتاج الى 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 سوائلها في الصلصة، في صلصة الطماطم. بس ما تشوفين ناخذها بالطريقة هاي. ناخذها من هنا ونحط قطعة السمك بالطريقة هاي. ونخليها على نار هادية. عندنا هنا الحين السلط نفس ما انتم شايفين. ناخذ الصوص بالطريقة هاي. نحطها بالطريقة هاي. لو حبينا نضيف لها طماطم ممكن نضيف، بس اعتقد ان الزبادي والزيتون اطيب معاه، ممكن اعتقد ان الزبادي والزيتون بيكون اطيب واسهل علينا، وطعمه بيكون حلو ومريح في شهر رمضان. نروح فاصل وياكم ونرجع نشوف المين كورس. عودة جديدة أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا لكم مرة ثانية شفتوا المكونات اللي صارت عندنا قبل شوي بين السلطة والشوربة، وحين وصلنا لآخر مرحلة اللي هي المين كورس. المين كورس طبعا احنا عندنا ستيم فيجيتبل، وتعرفوا انت الخضرة مهمة جدا ونحتاجها دائما وقت الصوم. عندنا هني شوية أعشاب، هذه للزينة إذا حبيناها، طبعا كل اسمه ماركو ليفز، بس كل نوع فيهن إلى طعم معين ونكهة معينة. وعندنا الحبق اللي هو الريحان، ممكن نستخدمه لو حبينا نطيب في صلصة السمك، لأنها هي صلصة سمك حمراء بالأعشاب. احنا وصلنا المرحلة الأخيرة، عندنا هني ناخذ السمك نفس ما انتم شايفين، ناخذه بالطريقة هاي، نحطه في صحن. عندنا هني نفس ما انتم شفتوا السمك طلع بالطريقة هاي، شكله حلو ومشهي وريحته
جميله. عندنا الستيم فيجيتبل نفس ما انتم شايفين، هذا الستيم فيجيتبل في بروكلي وفي اسبرغوس الهليون وفي الزهره. طبعا اللي يحب ياكله مع رز ممكن ياكله مع رز، واللي يحب ياكله مع خبز ياكله مع خبز، واللي يحب ياكله عشان يحصل فيتامينات او بروتينات اكثر ممكن ياكله مع الستيم فيجيتبل. ناخذ طبعا الستيم فيجيتبل نفس ما انتم شايفين بالطريقه هاي، نحط له البروكلي، وعندنا هني الزهره، وعندنا عودين اسبرغوس او اللي نحطهم بالطريقه هاي. عندنا شويه اعشاب، هاي الاعشاب مشكله نفس ما قلت لكم، الاعشاب هذه كل نوع عشبه له طعم معين. ناخذها الرشه بالطريقه هاي، رسمنا لكم حديقه، تخيل واحد ياس ياكل في حديقه. أعزائي راح نروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. ورجعنا لكم أعزائي بعد الفاصل، عندنا اليوم الحلو، والحلو هو جوز مبشور، جوز الهند، بياض البيض، لوز، سكر، نشا، وفانيليا. بداية ناخذ بياض البيض، نحط بياض البيض ومعه السكر ونخلطه مع بعض لما يسيح. حلو سهل نفس ما شايفين، خلط مجرد ما يسيح السكر مع بياض البيض نشيل على طول الجوز ونحطه فوقه خلطة مع بعض. بدأ يتماسك والبيض يستوي. عندنا هني جوز مبشور، خلطة وياه ننزل الحرارة عليه شوي، ناخذ له شوي من الفانيليا هذه نفتحها نفتحها نفس ما شايفين، ناخذ منها شيء بسيط ونحطيه يكفي ونخلطه مع بعض. ولو بغينا نغير لونها وطعمها ممكن نحط لها حليب مكثف. هذا هني عندنا جاهزة، خليها تبرد شوي. هاي صارت جاهزة، ناخذها كرات صغيرة نلفها نفس ما انتم شايفين ونغطسها هني. ونحطها في الكوب، ناخذ واحدة ثانية ونلفها دائرية، نحط عليها الجوز، نطببها عدل، هاي المجاة نحطها، ناخذ واحدة ثالثة ورابعة. عملية سهلة وبسيطة، ولو حبينا نصغرها ممكن نصغرها، ولو حبينا نعملها أصابع ما
ممكن نسويها بعد أصابع. طبقنا نفس ما شايفين. خلصنا شوية سكر ناعم. اللي يحب واللي ما يحب شيء يرجع له. هذا الحلو أعزائي عندنا جاهز. أعزائي وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى إن شاء الله تكون الحلقة خفيفة عليكم واستفدتوا منها وسهلة. طبعا بدينا بالعصير وثم انتقلنا إلى الشوربة وبعدها السلطة الحلو والطبق الرئيسي. وأتمنى الكل منكم يحاول يقلل نسبة الدهون ويخفف نسبة الأملاح ويكثر من البروتينات، لأن الجسم يحتاج إلى سوائل وبروتينات. أتمنى الحلقة إن شاء الله استفدتوا منها، وانتظروني كل يوم مع برنامج مزلاي نفس التوقيت. مع السلامة. Thank you.